صباح الخير عليكم او لا مساء الخير، ما عرفش الفيديو فوق اش غادي يكون، لكن كما كتشوفوا هذا المدرسة ان شاء الله ناقص 18. اللي عنده البرد يحمد الله وشكره ما وصلش لهاد النيفو هذا. وشو سبحان الله، رغم ذلك الناس كتخرج كتريني كتعيش حياتها عادي جدا، حتى ولو كانت هالدار اكثر من هالدرجه. هانتوما ما كتشوفوا، لكن احسن ما في الثلج كيعجبني انا هو المنظر ديال الشجر، كيكون سبحان الله رائع. خليكم مع الفيديو احسن. Thank you.